السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مشروع الياسمين، وأخيرا انطلاق عملية تسليم المفاتيح. هنا كنشوفوا مركز تكوين المرأة اللي جاء في حي الفتح، وحنا الآن كنتواجدوا في السيكتور 3 جي اش 3 في مشروع الياسمين. كما كتشوفوا معايا هنا العمارة رقم 3، وهنا العمارة رقم 4، وهنا 5، وهنا 6، وهنا 7. كنشوفوا لي باركينغ اللي قدامنا هنايا، وغادي ندخلوا معكم ان شاء الله لاحدى العمارات المتواجدة بمشروع الياسمين. وكما كيعرف الجميع، عملية تسليم الشقق انطلقت او تسليم المفاتيح بمدينة الصخيرات، فكنتمنوا من الله الخير للساكنة، والله يدخل عليهم السكنة ديالهم جديدة بالصحة والعافية وبالرزق الوافر ان شاء الله. كنشوفوا انه كاين حملة كبيرة ديال النظافة داخل البروجي، والعيالات اللي مكلفين بالميناج فراه تبارك الله عليهم، راهم خدامين، الله يسخر الامور، تلقى الشقق ديالكم جاهزين ان شاء الله. وكنبغي نوصيكم ان الجريدات اللي جاو قدام البيبان ديالكم حاولوا تهلاو فيهم. غادي نختار عمارة من بين العمارات وغادي ندخل ليها بلا ما نفكر، وهي العمارة رقم 5 اللي قدامي، وغنقربكم الفصالة ديالها والوجهة ديالها، وغنعطيكم جميع المعطيات ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا متشبعين الكرام، هنا العمارة 5، هنا العمارة 4، غادي ندخلوا العمارة 5 بسم الله. العمارة 5 جات مهزوزة بواحد 5-6 درجات. هذه نقطة من النقاط الإيجابية في الشقق، هو أنه الشقق السفلية مهزوزين من الأرض. هنا هاد العمارة كتكون من 20 شقة. كندخلوا مع الباب كنلقاو الترقيم عادي من 1 حتى 4، 1 2 3، وكتختم 4 هنا، ماشي بحال الترقيم اللي كان في مشروع يعني البساتين. هنا الباب ديال الواحد مسدود، يعني شوف شكون اللي غيكتب ليه، شوف الشقة ديالو. هنايا عندنا رقم 2 و3، ربما غادي يكون فيهم الحويجات ديال ماليهم، هادو مسدودين. دونك غادي نشوفوا الربعة، وغادي نطلعوا معكم الطابق الأول. فملي كيكون الميناج وهذا كيكون شي سلعه محطوطه ولا هذا، فكنضطروا اننا نشوفوا الشقق اللي محلولين، هما اللي نقدروا نقربوكم منهم ان شاء الله. فغادي نطلعوا معكم الطابق الاول ونشوفوا الامور كيفاش دايره. كما كتشوفوا الخوت، طلعنا معكم الطابق الاول، والطابق الاول غيكون بحالو بحال الثاني بحال الثالث بحال الرابع. الشقق مسدودين، ملي كتوصل اللحظه ديال تسليم الشقق فاغلب الشقق كيكونوا مسدودين باستثناء الشقق اللي كتكون فيهم يعني بعض الرتوشات. غنشوفوا معكم عماره اخرى. بعد ما لقينا الشقق مسدودين، غندخلوا للعماره رقم 4 وغادي نشوفوا الامور كيفاش دايره. العماره رقم 4 كتكون من 29 شقه. وي وي وي، هنا ها الاخوان علاش كنهضر لكم، هنا كنهضروا على العماره اللي كتجي شوكه كيكونوا فيها الشقق زايدين. عندنا هنا بلاصه السانديك، وهنا لتحت عندنا شقه وحده بوحده هنا خدامين فيها الاخوات الميناج، ما عندناش فين ندخلوا. غنطلعوا بكم للفوق ونكتشفوا الامور. كما قلنا لكم الاخوان، كاينه شقه وحده هنايا، وغادي نطلعوا ان شاء الله مع الدروج غنشوفوا مع الاخوان اش نقول لكم. الله يسخر. باش ناكد لكم، هنا واحد البليصه كيحطوا فيها واقيلا الماطر ولا شي حاجه بحال هذا الشيء. والنقطه اللي بغيت ناكد عليها هو المساله ديال تسليم المفاتيح. اليوم الجمعه عمليه ديال تسليم المفاتيح مستمره، وهذه اخبار زينه الاخوان. انا طلعت للطابق الاول، وصلنا هنا الدروج طالعين هنا، عندنا حنا واحد الكولوار هنا، عاد غندخلوا للطابق. الاخوان طلعنا للطابق الاول، وغادي نعطيكم باختصار لان كاين العيالات خدامين في الميناج على حساب التسليم ان شاء الله اللي راه بدا، والامور غادي الحمد لله بالتدريج. هنا كما كتشوفوا معنا، بعد ما وريناكم الشقه رقم 1 لتحت، هذه الشقه رقم 2، هذه 3 كما كتشوفوا معنا، وهذه 4، حيت ما فيهاش العيالات. غنحاول نعطيكم على واحد النبذه خفيفه ظريفه. هنا الكوزينه، وهنا الحمام، وهنا كما كتشوفوا معنا الصالون، وهنا عندنا بيت في البيوته، وهنا بيت في البيوته بالبالكو ديالو بلاصه الماريو اللي شاده الحيط كامل. غادي نخرجوا من رقم 4 وغنمشيو لكم الرقم 5. نخرجوا من رقم 4 وغنمشيو على طول. هذا الباب اللي فتنا على اليسار هو اللي كيخرج يهبط للدروج. هنا عندنا رقم 8 هو الاخراني، طابق كيتكون من 8 ديال الشقق في هاد العماره هادي اللي دخلنا ليها. هنا الخمسة، غنشوف كما كتشوفوا معنا، هاد الخمسة فيها واحد البلان زوين. هاد الكوزينه هادي عند هاد البليصه كتبقى من هنا، وهاد البلاصه هادي عند هاد الباب ديالها هنايا ممكن تخرج من هنا. عندك هاد المكان هذا، يا سلام يا سلام، الله يسخر لهم ليهم،
الله يسخر لهم هادشي اللي غنقولوا. الله يسهل على الجميع. كما كتشوفوا الاخوان السويرتات انا السويرتات اللهم بارك داكشي راه يا سلام هانتوما تبارك الله. الله يسخر. شحال من واحد كيتسنى ديك اللحظه الاخوان ديالي شد السويرتات ديالو في يدو هكذا. الله يسخر الامور يا ربي، الله يسخر الامور للجميع. هادشي اللي كاين وشي اللي نقدروا غنقولوا نردوا هادو بلاصتهم هنا. بالنسبه للصالون فكما كتشوفوا معنا هنا بيت في البيوتا، هنا بيت كذلك فيه البالكون، هنا كيطل للشارع جهه المجازات، هذا هو اللي كاين. هنا بيت في البيوتا كذلك. غنخرجوا من الخمسه غندخلوا للسته. السته هي هذه نتوما كما كتشوفوا معنا، السته تقريبا الفصائل تقريبا متشابهين شي شويه. هنا بيت في البيوتا، وهنا بيت كذلك في البيوتا. هانتوما كما كتشوفوا معنا بلاصت هنا لاكور، هنا سميتو بيت في البيوتا وكيطلع هنا جهة المكازات. نقدر من هنا خويا الله يحفظك واحد كيلو ديال هادي وهادي شبيكة طقها انت ناضي، ما يحتاجش تطلع وتهبط مع الدروش داكشي يا سلام. الرسالة اللي كنبغي نأكد عليها هو أن الناس تحاول تهلا شوية، تهلا لأن هذا السكن ديالكم وديال وليداتكم الله يسهل عليكم. هنا خرجنا من الستة ودخلنا للسبعة هنايا، كنحاول نوريكم باختصار لأن لقيت العيالات خدامين هنايا في السياق وهذا ما خاصناش نبرزطهم. هذا هو اللي كاين، كنحاول نعطيكم فكرة بسيطة. هانتوما الإخوان، هانتوما، هانتوما شوف تبارك الله هذا قداش، في واحد 3 متر ويا سلام. هانتوما الأمور كيفاش دايرة الإخوان. الله يسخر، الله يسخر للجميع. نسدو هادشي باش يبقى شاد بلاصتو. غادي نخرجوا من رقم اش من رقم هذا دخلنا لي غنخرجوا منه، فهو رقم 7 و7 غادي نمشيو جهة 8 كما كتشوفوا. السويرتات ديالكم في انتظاركم. هنا 8 هانتوما الاخوان، هنا عندنا الصالون، وحده الصالون اللي هي كاين بيت. ركزوا معايا هاد الفصاله هادي كنت شفتها في واحد المشروع خاص. هانتوما هنا كاين بالكون، طلعوا هنا في الشغل البالكون. هادو صحاب الكراجات لتحت، هادو صحاب الكراجات. كاين صحاب الكراجات لتحت تما. المهم هذا بيت كما شفتوا معايا جا حدا الصالون، والباب ديال الزنقه ديال الباب اللي كيخرج هو هذا. هنا عندنا بيت، وهنا عندنا الحمام جا في موقع مزيان هنا.